خليه يسوي شوي. علي ده يقبل صراحه. احنا مو تقليديين، احنا ما نحب نقلد. علي روح لفريقك لو سمحت. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة اليو تي في الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج نجوم على نار. أكيد نتمنى تكون حلقة ممتعة وأنتم تشاهدوها لأسباب كثيرة جدا. أول سبب هو لوجود الرائع جدا الشيف خلدون، والسبب الثاني لوجود ضيوف مميزين جدا بهذه الحلقة، الفريق الأزرق والفريق الأحمر. وأكيد حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مليانة مفاجآت. أبدي وياكم مشاهدينا من الفريق الأزرق، فريق خطر جدا. اليوم اجتمعوا وهم أساسا بالحياة الاعتيادية دائما مجتمعين وملتمين على الخير وبضحكة حلوة. احنا اليوم نريد نستقبلهم لأن احنا كلش فرحانين بوجودهم ويانا. أبدي من المتسابق الأول بالفريق الأزرق، هو فنان قدير رائع جدا، نجم مختلف، دائما قريب من الكل، يحب الخير للكل ويحب دائما أنه يقدم النصيحة بدون ما يجرح أحد. إنسان راقي بمعنى الكلمة، أمتعنا وبتشانا وضحكنا. بس اليوم احنا نريد نعيش وياه تجربة مختلفة، وهو راح يجرب يطبخ اليوم ويكون فنان بالمطبخ. أما المتسابقة الثانية فهي صديقة وعزيزة وغالية، إنسانة رائعة جدا، قدمت برامج رائعة جدا ومستمرة تريد تنجح وتوصل وتحقق أهدافها بالحياة. إذن هسه صار الوقت أنه أنا وياكم نرحب بنجوم الفريق الأزرق، النجم الأستاذ خليل إبراهيم والجميلة المتألقة طيبة خليل. يا هلا يا هلا العب. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، شلونك أستاذ خليل؟ خير ونعمة، إذا أنتم بخير؟ إن شاء الله دومك بخير ودائما تضحك ودائما فرحان وفخور الطيبة أكيد مثل ما احنا فخورين بيها. طبعا. شلونكم؟ عساكم بخير؟ احنا من عرفت أني وبابا بنفس الفريق اطمنت، لأن احنا حاملي لقب وعندنا تجربة ناجحة، فإن شاء الله نكررها اليوم. من عرفت طيبة وياي كلش فرحت. أنا متأكدة اليوم راح تبدعون إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دائما ناجحين ودائما متألقين، وأنا كلش سعيدة إنه أنتم موجودين ويانا. أنا بدي أسمع الخصم منو. قبل ما تسمع الخصم، أنت العام كنت بالفريق الأحمر، هالسنة بالفريق الأزرق. أوكي. متفائل؟ طبعا. لأنه طيبة موجودة، هاي منتهين منها. هذا وجه السعد عليه. الله الله الله، اسمع الحكي الحلو، اسمع. أحسن شيف بالدنيا. الله يحفظكم إن شاء الله. هسه احنا لازم سويا نستقبل الفريق الأحمر. يلا. هم فريق ترى مو سهل على فكرة. راح أبدي من شخص كلش يحبك ويعتبرك أستاذة ومعلمة، ودائما يفرح من يشوفك موجود بأي مكان. يا قلبي منو هذا؟ وهو بصراحة طاقة إيجابية رهيبة، نجح بالتلفزيون ونجح بالمسرح، وإن شاء الله اليوم ينجح ويانا بالمطبخ. أما المتسابقة الثانية الموجودة ويانا بالفريق الأحمر فهي رائعة هادئة، بس اليوم راح تكون هادية للنهاية لو راح يستفزها المتسابق الأول. هي ناشطة بحقوق الإنسان، بنفس الوقت هي مقدمة برامج. يعني اليوم مو بس راح تنافسنا بالطبخ، راح تنافسني إلي وتنافس طيبة بالتقديم. خلينا إحنا وياكم نرحب بمتسابقين الفريق الأحمر، الممثل الجميل جدا علي جبار والإعلامية الجميلة مينة تحرير. على اساس ميسي كريستيانو. كالمه كالمه. ملعوبه منك استاذ خليل، حلوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيبه استدعاء. اهلا وسهلا. اخباركم؟ ان شاء الله رمضان الخير والبركه على الجميع. ان شاء الله دائما نلتم هاي اللمه الحلوه، وانتم متالقين ورائعين وناجحين وهيجي. انا دائما فرحانه بشوفتكم الحلوه. الله يخليك، انا لي الشرف انه اتواجد امامكم والله. من عرفت انه انا وعلي بفريق واحد اطمنت، لان احنا اصلا اصدقاء وكيمياء بيناتنا. من عرفت انا ومينا بفريق واحد كلش فرحت، لانه انا ومينا يعني زملاء واصدقاء. بالمناسبه اتحداكم واتحدى الشيف خلدون. بس هذا الحكي مطلوب ترى بالاخير. تحدي. هاي قويه علي. تحدي، اتحدى الشيف خلدون. زين بس خل اقول لك على فد معلومه. بس اطلب يعني اغنيه اهديها. اغنيه انا انتهيت. انت تغنيها؟ اه بالبدايه وانت انتهيت؟ لا اهديها ما غنيت. تهديها لنفسك يعني. اوكي خليني اقول لك فمعلومه علي واقولها لكل ضيوفي الاعزاء، انه اي ضيف يجي يقول انا قررت اتحدى الشيف خلدون بالنهايه يفوز. وانا قررت قررت يعني لا لازم تسمعين القرار. ايه قراري التنازل عن اي كلمه قلتها. طبيعي يعني الحلقة مبينة كلش قوية يا جماعة. مينا نورتينا حبيبتي، شكرا. أنت ناشطة دائما بالحياة بمجال العمل الإعلامي والمجال الإنساني، إن شاء الله اليوم تكونين نشطة ويا علي إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما يفشلنا. طيب الوالد عادة يسمع من عندك بشنو؟ يعني انت قولي لنا، احنا ما نريد نحددك. بابا مرن ويسمع بكل شيء الا داري بس بالطبخ، بس بالطبخ بس. انت هسه لازم تداري تزمت يعني. برايي بالطبخ كيف؟ هسه اني شباب راح اطلب من عندكم انه تتوجهون للغرف المعزوله اللي ما يوصلها صوت نهائيا. انتم تعرفون تقريبا قوانين اللعبه، راح انطيكم شويه من عندها. البنات راح يحجون وياكم، انتم راح تسمعوهم بس هم ما راح يسمعوكم، يعني هم اللي راح يطبقون بالضبط. هم راح ياخذون يعني كل التعليمات من شيف خلدون، هم بعدين راح يقولوا لكم كل شيء. تمام أوكي. اوكي طيبه ومينا ما راح يسمعوكم بس انتم تسمعوهم. واضحه؟ اوكي اوكي تفضلوا للغرف المعزوله ما يوصلها صوت انت وودعونا. يلا باي، نلاقيكم بالسلامه ان شاء الله بعد شويه. مشاهدينا الأحبة، بما أنه أستاذ خليل وعلي صاروا موجودين بالغرف المعزولة اللي ما يوصلها صوت نهائياً، صار الوقت يا بناتنا الحلوات أنه إحنا نرحب ترحيب قوي حتى يدارينا بعدين بالنقاط بشيف خلدون. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا بكم، منورين، ورمضان مبارك عليكم وتحياتي لكم. الاطباق سهله وبسيطه وسريعه، لكن حيا الله مشاهدينا وتحياتي لكل من يتابعنا في نجوم على نار. اليوم الاكله عراقيه مشهوره معروفه، باميه. هي باميه لو بانيه؟ بيتنا باميه، برا بيتنا ما اعرف. يمنا باميه. اذا باميه. حلو باميه هاي. اذا باميه. الباميه تكنيك هذه الباميه شويه مختلف عن الباميه العاديه. ركزوا شلون يريدها شيف خلدون. اوكي انا اريدها باشياء معينه، انا كل شيء خال. تمام. اول شيء يحمس البصل. زين. والثوم. تمام؟ اوكي. بعدين يخلي اللحم. تمام. بعدين يحمسهم سويه. اوكي. اوكي؟ وبعدين يضيف طماطه تكون مقطعه مكعبات. بعدين معجون طماطه، بعدين اكو مي، هو مي طماطه هم خاله. تمام؟ ويطبقها عادي، لكن اكو شيء مهم، انا احب البهارات. فخال 4 انواع بهارات. شاف انت تحب البهارات بس الباميه ما تحب البهارات. ليه راد لها بهارات؟ صح شفتوا؟ صار شفتوا؟ لانه هاي ممكن اذا ما صارت على الطعم اللي انا اريده تخسرون نقطه. زي ما تحب. اوكي. وياها اكيد تمن ابيض فتعرفون بعد. ويا طق على القيمه بيض ما يسوي باميه بالبهارات. امزين برافو عليك، هو هذا الصح حتى ما يطق البيض على البهارات. هو هذا الصح، هو انا ما جايب له بيض، انا جايب له بهارات، خلي يطق البهارات على الباميه. تمام سهل سهل كل شيء لحد الان. حاول. وشغله مهمه جدا لانه ممكن نخسر من نقاطهم اذا ما نظف المطبخ، يعني مو يغسل المواعين لكن يرتب لي المكان. اوكي. لان النظافه جدا مهمه. مفهوم. والبرزنتيشن والتقديم طبعا اكيد، هذا طبعا اكيد الجارنش برزنتيشن من الاخير يكون من الاشياء ايضا المهمه. تمام تمام. تحتاجون شيء حماس، اريد حماس حماس. بس سلامتك. يلا يلا باميه. مينا خايفه ومينا احسها ضاعت لان انا ما احب اطبخ، انا بس اكل. فهمزين علي، لا هو همزين علي انه هو ابو بيت يعني هو يعرف يطبخ ويحب الطبخ، فهو راح يطبخ وانا راح اكل، انا راح اذوقه. انت لازم توجهيه صح حتى تاكلين شيء طيب. لا اوكي انا بالاداريات زينه، انا بالاداريات زينه يعني ان شاء الله راح يطبخ. خلاص بعد بالقياده لازم همزين. هاي لا خلاص يلا ان شاء الله موفقين. ما عندكم سؤال الشيف خلدون؟ لا المفروض كل شيء واضح ان شاء الله، كل شيء واضح بالنسبه لكم. شكرا لك شيف خلدون، نشوفك بعد شويه. شكرا. لا التحدي ابدا حتى يصفق لكم دا يحمسكم، بس هي ما تشبه طريقتنا. هذا شيف خلدون اوكي وهذه طريقته وهذه تعليمات اللي لازم تلتزمون بيها. تمام. يلا نطبخ على طريقة الشيف. انتوا جاهزين؟ احنا جاهزين. حلو. أنا هسه أدعو أستاذ خليل وعلي إنه يتفضلون يمنا، وبنات راح أودعكم، بس أهم شيء تقولوا لهم اسم الأكلة، طريقة التحضير، المقادير، الالتزام بالوقت 30 دقيقة، ونظافة المطبخ، وسلامتكم. احنا ردي. أنا أتحدى الشيف، أتحدى أستاذ خليل. إحنا خلينا نسأل أستاذ خليل، ملاقية الطيبة انقلب عليه شيف شربيني يا رجل. ملاقية الطيبة وتجب وجهه، إيش بيك وياها؟ ارتبوك الأسئلة ما أنطتني. أنتوا ليش هيجي دائما باللحظة الأخيرة تختلفون؟ لا لا ما نختلف. صدق؟ أنا طيبة؟ إيه؟ لا. وعلى الجاية؟ شوية. شوية. ليش طلعت بهالوقت؟ ماكو ازدحام، انت قلت لك ازدحام، شوف شلون؟ احنا العتق مهم، اهم شيء عندنا الالتزام. انت معروف اساسا يعني بالوسط جدا يعني انسان تحترم الوقت. احنا بالمسرح كنا يعني العرض الساعة 8 انا بالستة بالمسرح. الله عليك. تعطل سيارة، كل شيء يصير قدر لا سامح الله، فاجي من وقت. أنت إنسان ملتزم بعملك، بس إن شاء الله اليوم تلتزم بالتعليمات وتلتزم بالوقت. هي أهم شيء تعليمات طبعاً. ما راح نقدر أمامي، ليش قاعد تتجاوزون هاي الملاحظات مالتي؟ يابا خنفضها ونروح للمطبخ، خلينا نشوف شنو يعني الموضوع. شلون احنا شلون ما يصير؟ هاي الحلقة لازم يصير عنوانها تحديات سمسم. واو 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 واو، واو. اسمع اوكي مو انا اذا اقول لك يعني اهدى، صح انا قلت لك اي واحد يتحدى شيف خلدون هو اللي يفوز، بس يعني ما متأكدة ليش؟ لأن أتذكر أنه وياك مينة اللي أنا قبل شوية سميتها تحرير ورجعت سميتها مينة. حولي كلمة اهدأ إلى أغضب. أوكي هاي هي أغضب، أريدك تغير غضبك بكل هذا الأوفر. أوكي شوف كاظم الساهر يا ربي، كل هذا الأوفر. أوكي أستاذ خليل تفضل للمطبخ. يا الله علي تفضل للمطبخ. أستاذ تحدي. أوكي أستاذ تحدي يا جماعة، أستاذ تحدي، وهنا أنا أستاذ يعني ثقة، كله ثقة أنه هو اليوم راح يفوز. أنا هسه بقت الأسئلة. أوكي يا جماعة الحلقة مبينة من هسه شنو هي، وأكيد هم لازم نغير عنوانها بهاي الروح الحماسية اللي جاينا بيها علاوي، فأكيد إن شاء الله يكون الفوز حليفة. شباب اتذكروا عندكم 30 دقيقة، الأطباق لازم تكون من هاي الجهة مو من ذيك الجهة، وأكيد لازم تسمعون زين طيبة ومينة يقولوا لكم التعليمات وتطبقوها بحذافيرها. أنتوا جاهزين؟ إحنا جاهزين. علي جاهز؟ شو من هالسنة؟ أنا سؤال عندي. تمنى نسويها؟ أنا ما أعرف، أنا ما أدري، أنت لازم تسمع المتسابقة اللي وياك، إيش راح نسوي بيك اليوم؟ تحدي. أوكي مشاهدينا خليكم ويانا، بعد الفاصل راح نبدي وياكم بأحلى جولة من برنامج نجوم على نار، خليكم قريبين. أتوقع اليوم راح نكرر التجربة السابقة ونفوز للمرة الثانية. نفوز بالتأكيد. إن شاء الله نفوز، لأن أعرف إنه علي أول بيت وأعرف بيعرف يطبخ. سؤال سطحي بصراحة، أنا كذا راح نفوز. بكم من جديد مشاهدي ومتابعي قناة اليو تي في الفضائية، مستمرين وياكم بحلقة مميزة جدا من برنامج نجوم على نار. نجومنا صاروا جاهزين، أستاذ خليل بالفريق الأزرق يقول أنا جاهز، علي جبار بالفريق الأحمر يقول أنا جاهز، وأتحدى لا اي شباب احنا وياكم هسه صار الوقت اللي نرحب به بشيف خلدون. طبعا اكيد قوانين بسيطه راح اقول لكم اياها، لكن الاهم من هذا كله انه نقول لهم مين يشتغل الطباخ. شنو الطاولات؟ عندك طاوله جدرتين اثنين، جدار اثنين اللي هي هذه مال تمن ومال مرقه، اللي هي الوسط اللي هي هذه طبعا اكيد مو هذه، وجدر ثاني راح يكون هذين يعني واحد من هذين. هذين المل يعني اي تقدر تتحكم باي واحد. تمام؟ من هنا يشتغل هذا. تمام؟ هنا راح يكون خواشيك، تخته، كاسه اذا حبيت تخلط بيها، وايضا المي هنا هذا المي. وهذا صحن التقديم. دائما استخدم هذه، اخاف كل شيء يصير لانه الجدر يكون حار. هو مركز ويا المي وصحن التقديم لانه حار بالطباخ. استاذ خليل 3 ثواني ضاغط عليه يشتغل. اوكي. شوف. هيدا. اي. هاي اي هذا الفلفل الاسود، هاي الملعقه. اي. هاي الثانيه. اي. اوكي. تمام. هذا المي. هذا صحن التقديم، هذا المرقه، وهذا الزيت والملح. فريق الاحمر. اي. نفس السوالف. ما اعرف هو ليش يباوع علي فوق؟ هذا فر. شو مضيع؟ شو مضيع بالسماء؟ هذا طباخ. تمام؟ جدر صغير، جدر الوسط. اوكي؟ الباكه تحترق ايدك، فاستخدم هذه. زين هو ليش على السايلنت؟ اي. واو، لا. بيتزا هي. الصحون، المي، الزيت والمملح. بس العفو شيف. نعم. زيت الزيتون لو عادي؟ لا هذا زيت. شو راح نخلصها اليوم؟ انا موجود طبعا اكيد انا موجود، لكن الخصم عندك نقطه ما يخالف، ترجع عن النقطه في حال تقولوا لي شعر تغنوا لي اكيد ما شاء الله، وهم اصوات رائعه جدا. اذا اكو وهم شيف خلدون صوته حلو بالغنى يا جماعه. ممكن انا اغني لك؟ غني لي واعطيك نقطه. ممكن اي ممكن حماس. اوكي واي شيء تحتاجون انا يمكم قريب يلا تشاو. شكرا شيف خلدون، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا مينا وطيبة صاروا موجودين بالغرف المعزولة اللي ما يوصلها الصوت، يعني لا راح يسمعون أستاذ خليل ولا راح تسمع مينا علي، أنتم فقط راح تسمعوهم. التزموا بالتعليمات، أول شيء لازم تعرفون اسم الأطباق اللي لازم تحضروها، عندكم وقت نص ساعة تلتزمون بهذه 30 دقيقة، تحافظون على نظافة المطبخ، وأكيد أهم شيء طريقة التقديم حتى شيف خلدون عينه تشوف وتشبع ويعطيكم تقييم حلو. جاهزين شباب؟ تحدي يعني جاهزين. أني راح أبدي أعد من 3 ل1 على إشارتي، أريدكم تبدون. 3، 2، 1، ليتس جو. بابا تسمعني؟ إذا تسمعني قول اهز راسك. أوكي شيف خلدون يريد نطبخ بامية وتمن، بس البامية على طريقته مو اللي نطبخها بالبيت، فانت شوف التمن اللي يمك اول شيء مغسول. عافية خلي الجدر الصغير يمك يلا تمام اوكي. خلي زيت بدون حركات. خلي الجدر يا معود. اي تمام راح يوقع وينكسر القبض وبعدين ليش نغطيه؟ حط الزيت. انا يا خوف اليوم يتكسر المطبخ يعني. بس قول لي اذا التمن ناقع سوي لي اوكي. نص يعني زين ناقع بي مي ناقع بس مو خلص عوفه. اثرم البصله، هاي اكو البصل مو الاخضر، الاخضر للتزيين، البصله العاديه النص. انا امشي تقدر عليه راح يخلص الوقت. اي يلا يلا هاي البصلايه البيضه يلا ابدي اثرمها. البصلايه البيضه اي هاي عافيه. راح تسوي لنا قدر يعني. راح يخلص الوقت بهاي الحركات. يلا علي اثرم. كمل البصل، الطماطيه الكامله، الثوم بس قصها بالنص. يا استاذ خليل ركز ويا طيبه. اي انتوا عرفتوا شنو اسماء الاطباق؟ صوص كبار كم فص حاطين لك؟ تحدي الباميه 2 و3. استاذ خليل قالت لك طيبه؟ قالت لك شنو اسمها الاكله؟ اي ايش قلت لك؟ باميه. حلو خوش اخبار. عادة البنات ينسون يقولون للشباب شنو لازم يحضرون، بس زين طيبة ومينة بابا الطماطية ما ثرمتها، لو ثرمتها تعالوا خلينا نشوف. لا تعالوا خلينا نشوف. شوف يريد نحط بيها طماطية، انا امشي تقدر. انت هسه دا تشتغل البامية على طريقتك لو مينة دا تقول لك دا تطبق الشروط؟ على طريقة مينة، الطريقة اسمها تحديات مينة وسمسم. هذا كلام خطير. هاف جبلتي. يعني ما تفلت من ايدك؟ ما لنا شغله بيه بابا، ما لنا شغله بيه. خليه يسوي شو يسوي. الله شنو الابداع. علي لا بعدني. وبعدين بس الثوم والبصل راح يحترق. قلب الثوم والبصل قلب. لا بصف الحائط تعالوا احنا وياكم. بالزيت نسوي زياره تفقديه للاستاذ خليل، بس خلينا نتاكد هذا زيت. كل شيء ما زيت هذا اي بابا الشيف مو مثلك يحبها شويه دهينه، فلا تحط نقطه مثل بالبيت. بحياتك ما طابخ الباميه؟ تكه اي كافي. بحياتك بلي يعني عندك محاولات. حلو زين يعني الامور تبشر بخير. زين طيبه تسوي الباميه طيبه؟ عفوا علق الطباخ معلوقه من يحمى بس البصل. طيبه تسوي الباميه طيبه؟ تخبل صدق والله العظيم. واو حلو. امها تعلمها. خوش اخبار. اتحداك انا علي، احنا كنا نتحدى. اتحداك انا قاعده عافيه. اتحداك انا ان تطبخ باميه طيبه طيبه كباميتي. يابا خلينا نسمع يا معود. اتحداك انا بابا، اتحداك انا اتحداك انا ان تطبخ يا معلمي، اعطيني مجال. اي ظل هيك ظل انت. الله تصديق كويس. الله الله الله. اعتقد هنا الاشياء يعفي يا حبيبي. اريده يذبل يصير ذهبي. اي تذكروا اذا تحتاجون مساعده من شيف خلدون. اي زين بابا عندنا وقت بين ما يحمس البصل، حط مي على الثمن. اوكي. هنا استاذ خليل دا يسمع طيبه كل زين ومركز وياها ويريد يضبطها. هسه حنطبخ التمن ولا البصل؟ هسه البصل بوحده عوفي واحده. اعلق الطباخ على الجدر الثاني وحط بيه زيت. زيت؟ زيت طبعا. ارجع بس قلب اللحم والبصل حتى لا يفتت بابا. لا تقلب البصل ولا شنو هذا الابداع؟ يا اخي مو كل لحم شنو هذا؟ بس اتذكر انه عندك وقت 30 دقيقة فقط. ليه وقع شيء على راسك؟ وهيدا التمن نحله بهالطريقة. باوع علي بنفس الطاسة. علي خلي مي. استغفر الله وقع التمناية لازم. بس باوع علي علي ايش سويت؟ المواعين الفارغة سويت يا علوي سويت بي من رحت يا الغالي سويت بي سبيمول ميدوسيلا صلفامي. لا 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 خطر 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 كلش. واذا نقدر نقول خطره مال العين فمو هاي الكوميديا اللي نقدمها. صح بس خلي مي خلي مي. زين علي انا اللي ادري بي انت ممكن تقدم لنا يعني اغاني بس على طريقتك. لا تخلي مطربين اثنين لا تخلي مختلفين حتى ما تفوز بعيدين عن بعض ايقاعهم مختلف. يلا نسمع من سمسم. يلا غني لنا يا علي. اغني لك وانا الممنون. بس اريد اثنين اغنيتين كل اغنيه المطرب شكل. تؤمرين 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 هسه. كان خاف صار هوايه. لا تخلي ما يصير هوايه. ايش قلتي؟ لا تخلي ما يصير. لا لا قبلها لا تخلي دعاء له كافي. لا تخلي اذا قصدك كافي وجيمر فمو هاي الكوميديا اللي قدمها سمسم صدقيني. لا تخلي دعاء له هيك. زين راح يخلص الوقت. يلا ايش نسمع من عندك علي؟ كافي مي كافي مي. مو كاف. يلا كافي ملح خاشوقة تكون. زين الملح ما اعرفه وين. اتمنى ما ياخذ من عندي نقطه. الملح المملحه موجوده يمك. يلا ويا رشه الملح هيك ويا الكاميرا. ما راح نسوي هاي مال لا مو هاي مال اسمها نصرت يعني. ما نقلد احنا مو تقليديين. اي صراحه احنا مو تقليديين. احنا ما نحب نقلد صدقني ما نحب نقلد والله. انا التقليد مو يمي صدقوني صدقوني صدقوني. بس هوايه هيك هوايه علي هوايه. المواعين الفارغه ذبها بالسنك. المواعين الفارغه نذبها بالسنك وش نقول؟ اي شو نقول؟ نسمع ما تهب نسمه شمال بليل يا حلوه اهب. ايه شوية خلي اللحم يحمى والطماطية. خلي بس يحمى بابا. اشتم اكو كمون بابا. اذا البصل بدا يحترق وخره عن النار حتى نحط البهارات. كافي مي كافي مي علي. ها هي قبغ الجدر قبغه. القبغ وين؟ اي عافية راح يوقع على راسك القبغ. كافي العاب. اعطيني المواعين ذبها بالسنك. المواعين الفارغه ذبها بالسنك. المواعين الفارغه بالسنك بالمغسله. ايه نص الكميه بالماعون عافيه. خلي مي المعجون على الباميه على اللحم. سويت يا علي تعال انا اساعدك. سويت اذا قصدك تساعديني تعطيني خميس وجمعه فمو هاي الكوميديا اللي انا اقدمها. كوني على ثبات. زين ما تحتاج مساعده شيف خلدون؟ صح. اوكي واحد اسمه تحدي يحتاج مساعده، يعني أسفل. كان مساهر لما سوى التحديات. انا اعتذر، ساعدوه بالالحان. انا اتحدى رجاء الهدوء، دا اعزف. شنو هاي الضوضاء؟ سدوا الغرفه علي. اي عفي عفي قلبها، قلب اللحم. اقلبه قلبها عفيه، اقلبه عفيه عفيه اقلبه. من يكن عزائي راضي عليك. يلا طبعا طبق الجدر. شنو هالابداع؟ شوف 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 الحركات. انا راح ابطل، راح اطلع. لا هاي مقصوده مقصوده. الاستاذ خليل التزم وطبق كل شيء بحذافيره. كطباخ نعطيها 10 من 10، كمساعد 10 من 10. علي يلتزم بالتعليمات بس شيل على قلبي عشان يضيع وقت هواي. يعني اكيد الواحد لازم يلتزم بالتعليمات وبكلام المرأة، لانه موضوع يعني علاقة بالطبخ. اكو يمكن ثوم مطحون، يمكن نصه. ها؟ مشي اشوفها تسوي له مشي. لا كله مشي. كافي كافي نص. هذا التمن. تمن اوكي اوكي. يا خراشي كسرت اليد يا جماعه. انا اعترف قدام المشاهدين انه انا كسرت اليد. انا جدا اعتذر. شيف خلدون على ما يبدو نحتاجك، لانه انا سويت كارثه. ينطونا نقاط على جدرنا المكسور. حمص المعجون. حمص؟ إيه؟ طماطيه. انا اعتذر جدا، سويت كارثه ويا الفريق الازرق. لا يعني هاي مقصوده هاي مقصوده. شيف خلدون تفضل. شيف خلدون هاي دا يحمسكم، دا يحمسكم يعني سويت كارثه اني، بس مو مشكله شيف خلدون موجود حتى يحلها. الحقني شيف، هم زين انت موجود شيف، تدلل هم زين، يعني وجودك مهم جدا. لا تدلل استاذ، استاذنا الغالي. اي هسه اكو بصل، هذا العوادين الخضر، بصل الاخضر جيبه اثرمه. شو وقت تخلي الباميه عاد؟ قبل الطبخ شيء وبعد الطبخ شيء. شوف اي والله زين. هي مو توجهك، هي مو توجهك، قاعد حاير لي تسوي لنا هالحركات وما ادري شو. لا 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 اكو هاي اكو هاي. لا هاي هاي لا عندك. لا شيف هاي هيجي، شيف هاي هيجي. ايوه ايوه الله الله. شوف الحركات. هي رجعت لك النقطه. زين شيف خلدون البصل الاخضر بس تفضل هنا على يمنا. انا بقي على التختين. البصل الاخضر هذا مال تزيين. علي اسمع، شيف خلدون عنده طلب لك حتى يرجع لك النقطه. يؤمر عيوني. صار مع عيونك. تفضل هنا سوي لنا رقصه الباليه اللي انت مشهور بها. بس هنا قدام مشاهدين يا شباب يا مصورين. حيدر جيمي عامه، هاي لقطه عالميه. وثق وثق. هلا وياك وياك شيف خلدون وياك. واو ايوه شنو هذا؟ شنو هالابداع؟ شوف 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 الحركات. لا 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 الفريق نفسك. لا لا فرت له فرت. ايوه واو ايوه. لازم هيك يصير. هاي هيك اي اي. الله 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 الله. فلامينجو رهيب والله. لا تنسى الجدر على النار يا علي. احترقت الباني. خلي لي معي شويه مي شويه. هسه لازم اسمع الكابتن مالتي. برافو برافو برافو. يلا حماس حماس. اموركم طيبه. ما محتاجين شيء من شيف خلدون؟ اموركم طيبه ها؟ علي ما محتاج شيء. اوكي اوكي. احتاج ربي ينصره ويوفقه ويخلي هاي الابتسامه الحلوه. الله الك وله والله. امين يا رب ان شاء الله. والكم ايضا. شكرا. موفقين موفقين. شكرا شيف خلدون. نشوفك بعد شويه اكيد لما ينتهون الشباب من تجهيز الأطباق اللي أنت طلبتها من عندهم. طيب. وإن شاء الله يطبقون التعليمات بحذافيرها. التمن شو اسمه خوطة مو هواية حتى لا يعجن. إذا بي ميدة تحسها أكثر من اللازم عليه. إذا مية زين عوفها مهدر. باقي لكم من الوقت. يلا يا حكم 12 دقيقة. اوه 12 دقيقة مو شلون يعني، غير اخليكم تترقبون. والله غير اخليكم تعيشون اللقطة. ولا ادري اي معود. شوف التمن شوف التمن. شفته مي اللحم. تعالوا مصرة اني اليوم مصرة كل شوية ازور المطبخ وافوت يا استاذ خليل. شرفني زيارتك. شكرا يا حبيبي استاذ، الله يطول عمرك يا رب. إذا ما سويت لك حلقوم شيف خلدون. الله الله يسوي البامية حلقوم. طبعا. اسمع بابا مو تنسى الملح للبامية. إن شاء الله تكونون قد التحدي. الملح للبامية. لا ما خلاص ما حطينا. اوكي اوكي بالله. قبقه لك عيني، قبقني ونورني وريحني. الله الله. يلا علي خليت البامية، علي واو. خليت البامية واو. شوف شنو هالجمال. طبعا هذا يسمونه جمال الزمن زائد التحدي. هاي شلون؟ فشو يصير؟ زمكانيات التحدي. زمكانيات التحدي طبعا على طريقة المسرح. طبعا شوية المسرح فتشي صراحة. يعني اليوم أنت فاجأتنا. من هو فتشي؟ من اللي يتفتش؟ فاجأتنا بالمطبخ يعني. هيجي دا أقصد أني إيه. شوف الجدر خليت البامية يعني. يمك دولكة المي مالت التمن بصف التمن، شوية مي على البامية. خليني أحط ملح. حط ملح ومي وذوق بابا إذا تقدر ذوق، على مود الملح أريده مضبوط. خلاوي أعتقد ملح البامية قليل. ترى الشيف اللي راح يقرر، والشيف أكيد ما يحب فاهي مثلك، أكيد ما عنده ضغط. أعرفك أي باهتمامك مو من أهلك. وخاف تشيل ذنبي. اي مو من اهلك من بجدي يحبك. اي مو من اهلك من بجدي يحبك، من عشرتك وتمنى يصير اصبع من عشرتك. وانا ايش كضيت خايب من عشرتك قعد بسنين عشرتنا وهج روح. يا الله وحس ويا النفس يطلع. اي وهج روح اخيرا قلت لي ودعني لك وهج روح روحا وين ما اقدر هولته. الله موسيقى. الله الله وانا المعنون من اجلك. اي هو انت اللي بدنياي شي واحد، هو انت وحرت بين انتركته وانتبعته وانا الونيت والون وانتبعته ما باعك حبيبك. هبطل وانتبعته حبيبك باع عمره واشترك بيك وحزن قلب على حزنك. الله واشترك بيك بعد شد دوز قلبي واشترك بي. والله العظيم نسيت الباقي. ساعدوني بس مو زين دا تمج. هو بس ما وعلى شيف خلدون نسى الباقي. الله يستر. لا تخبر يعني هاي ذات تنقص وياها موسيقى فتشي. بابا حبيبي عافية عافية عافية. دا اقول لك اكون قاطعه الترتيب. استاذ خليل مصر انه ما يغني لنا هسه، يقول الا بنهايه الحلقه. غني لنا هسه ما دام جدرك على النار. اي شنو ترجيح؟ يلا تعالوا تعالوا خلينا نتدلل على استاذ خليل شويه. اي سمعنا شيء على ذوقك. ما دام باقي لنا 8 دقائق وجدرك دا يتهدر على النار نسمع. ممكن اقعد بكرسي شيء؟ ممكن تجيبوا لي كرسي؟ شباب اكيد انت تؤمر وتتدلل. بدي استرخي مو على مود يابا. يريد يسترخي هو دا يغني. اذا هو جالس بقلوبنا كلنا شو يسوي بالكرسي؟ ما يفيدك. خصم ما يفيدك. اي يا ليلتي لا عيد انستينا، يا ليلتي لا عيد أنستينا وجاوبت الأمل فينا يا ليلة العيد. هلالك هلت علينا فرحنا لك وغنينا. شكرا. يسلم هالصوت والله. يسلم. شكرا يا حبيبي. انت هسه لازم تغني شيء لاستاذ خليل. ما يصير علي. والله انا احب شيء يعني تغني له. راح تمشي على الجذر. راح تمشي على التجربه على النتيجه من هسه. شوف البامية أحبك حتى من تزعل وتاني تعود يا أول لو سمحت حزن قلبي بهوى موت وتدريني قلب عاشق الله الله قلب عاشق قلب عاشق ويهي ما احتاج له. يلا خلص الوقت، حضر له مواعين، ماعون مال التمن وماعون مال المرقه حضرهن يلا. عافية عافية عاش ايدك. جاهز ما عندي شيء. ما عندك شيء؟ ابدا. صرنا جاهزين، حلو. اخر 5 دقائق. نظفني بس ولمعني. المواعين بس عشان بيها هاي الكاسة. جبني الله. طبعا يا حلاوه يا هريدة. الصحن الكبير تصبي تمن، تصب الصحن تمن بالنص، بالكاسه تسوي مكان بالنص. هنا الاطباق وتصب الباميه، تعوف هالكاسه بالنص وتصب الباميه. خلينا نساعد استاذ خليل لانه احنا اليوم تعبناه وياه. لا يا قلبي استاذ خليل لازم الاطباق مناك مو منا. زين فلازم لا الاقرب علي يعني هو احنا يعني مصفين بدنا نتعبك ويانا بس لا. اخر 3 دقائق يا شباب. بآخر دقيقة دقيقتين آخر 3 دقائق تمام. نبدي نصب حتى أنت ترتاح يا علي قلبي ست العزيزة خيتي. يسلم قلبك. شنو هالتمن؟ الله الله يا أبو طيبة الله الله. أوكي خليه على التخت خليه على التخت تمام. شنو بعد بذاك الماعون؟ بقي عافية. حضر من المواعين رتبه وقعد الكاسه بنص التمن. اي مثل المطاعم. عافية حبيبي. وهي الكاسه نحط بيها الباميه وبنص التمن. بالاخير من تخلص صاب رش شويه معدنوس على التمن وانشخ البصلايه الخضراء بالتمن. سمسم اسالها عن الوقت، قول لها ايش قد بعد وقت؟ ان شاء الله. علي بوجود المعلمين بقى ايه ترى التحدي الي لا تستفزني بس ركز وياي الوقت ايش قد؟ فانا اقول لك يا معلمي وحبيبي كالمه سي. استعجلوا شباب. خلي البصل بسرعه خلي البصل بسرعه التمن بس زين الطبق زين الطبق. استعجل يا علي يلا استعجل يا استاذ خليل. يلا 5 لا 4 3 2 1 ارفعوا ايدكم شباب ارفعوا ايدكم. استاذ خليل خلاص ممنوع. ارفع ايدك علي ارفع ايدك. برافو بابا. زين وين استاذ خليل؟ عيني عوفن ها هي مثل ما هن. خلاص تعال علي ممنوع. يلا سلموا على المشاهدين إذا مشاهدينا الفريق الأحمر صار جاهز والفريق الأزرق صاروا جاهزين. بعد شوية أشوفكم أنتم وأطباقكم وطيبة ومينة وأكيد راح نكون ويا آخر جولة من البرنامج مرحلة التذوق وأكيد قرار الحكم بالبرنامج شيف خلدون. مشاهدينا فاصل، بعد الفاصل راجعين لكم بهذه الحلقة الممتعة من نجوم على نار على قناة اليو تي في. خليكم قريبين. من جديد مشاهدي ومتابعي قناة اليو تي في الفضائية وهذه الحلقة المميزة من برنامج نجوم على نار. هنا بين التعب بس إن شاء الله يعني ما يروح تعبك على الخالي بلاش. طيبة دا تضحك فرحانة بالمنظر لو فرحانة لأنه التزم بالتعليمات. حلو وأخيرا سمع كلامك متعاون جدا كلمة بكلمة. حلو خوش أخبار. مينة شو العقل؟ بس أصيح ولا يهم عباك ما يسمعني. نتيجة يرقص وحركات المهم الحكم يعني يقنع طبعا. اي اكيد انا يعني علي شفته علي يشتغل بمطبخ بابا اكثر من مطبخي. هو حاول انه احب اساعد معلمين لا حاول انه يخليه يعني ينسى انه طيبه موجوده انه طيبه دا توجهه شوش عليه بس هو بصراحه كان مركز حتى الي يعني يعني اخر شيء شويه سمعنا اغنيه بس بعدين لا راح يسمعنا هواي سرخيت سمعنا وسكتنا حبيبي. اي والله طلعوا مغنيين الجماعه. هسه انا اريد من عندكم تلبسون الماسكات اوكي اذا امكن هذا هيك بيستعجلونا لين ادوخ انا من الفورمه. زين هسه احنا وياكم خلينا نرحب بشيف خلدون. انا صفق النفس. اهلا بشيف خلدون. اهلا يلا اوكي يعني الجارنش اكيد طبعا. طيب واضح الموضوع نستوى زين تمام. هسه نبلش بالاطباق نبلش ويا الفريق الازرق. طبعا اكيد. يا طبق تختارون الفريق الازرق الثاني؟ انا الثاني. طيب الثاني. انا الثاني. استاذ خليل. الثاني. ثاني اوكي زين. يلا نبلش. فقي علي، يا طبق تختار؟ الاول اللي يعني ضقته. اوكي، مينا يا طبق؟ الثاني. ارفع الماسكات. الفريق الازرق اختار طبقهم، والفريق الاحمر علي اختار طبقكم ومينا اختارت الطبق الثاني اللي هو طبقكم. التلميذ لازم يختار المعلم. يعني انا خلي ولا لا اريد الهوسه نفسها. يعني انت اعطيتنا النتيجه زين، وصلنا للنهايه. اريد الهوسه من البدايه شلون بدينا. زين هسه بعد خلص صرنا امام الامر الواقع. اظني مع الميسي يسوي لي اياه كلمه كلمه تحديات. خلاص هسه الشيف خلدون لازم يتذوق حتى يقرر من الفريق اللي راح يفوز من اللي يخسر. بالباميه والتمن. زين شوف الزينه ناسيها. اي ناسين المستقبل. لك علاقه بال اي بس كان بها طعم يعني الزينه وقار. اوكي. ابو الحكاكه. حكاكه طويله. زين. بشر. تا 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 تا. شيف خلدون. كالمه. طبعا أي. نحكي عن النظافة بالبداية وبعدين انا احكي لكم على الطعم بس شوي حتى استوعب النكهات. اوكي واضح مبين النظافة. واضح؟ مو؟ اي زاغل. شفته بعيني زاغل. انا قلت لك بدي اشوفك شيف خلدون. حقاني الشيف. زين. انخصمت نقطة. اوكي اثنيناتنا نقطة. الجارنش طبعا اكيد الاستاذ او الفريق الازرق الاستاذ خليل. الله كجارنش. جارنش. اي جارنشني وجارنشني. اما الطعم فواضح. انت اعطيتهم النتيجه اصلا اللي قدام، فاكيد هم اللي طعموا بامج صفر على الشمال. لا 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 صدمه. وين التحدي؟ اني وين بس خليني اعلن النتيجه. شكت صح. اعطي 6 نقاط واعطيك 5 وبعدني اتحدى. بعدني اتحدى. خلص رمضان اتحدى نفسي انه انت احسن مني. طبعا اتحدى انه انت احسن مني. مبروك تستاهلون. حبيبي يعني لا بالمسرح نغلبك ولا بالتلفزيون ولا بالدرج ولا بالفرح ولا بالطبخ. شنو هاي؟ ان شاء الله شلون قاعدين كلنا سريع ما غلطت ما ادري. برافو عليكم بس انا استغرب ليش قطعتوا الثوم يعني؟ الثوم؟ يستاهل؟ لانه بريحه. انا قلت للبابا بس يسوي قطعتين انا مدي ينطي نكهه اكثر بس. شوف هو لازم ما يتقطع مو؟ لا ينحمس بس هو واحده. على قولتك هسه احنا يعني انا بالنسبه لي اسف بدي احكي كمل استاذ. لا انا بالنسبه لي انه هاي منافسه صدقوني. الاضافه الزينه اللي هي اكيد كل الاصدقاء والاساتذه انه اي متسابق يجي هنا هو دا يتعلم شيء من الشيف خلدون نقدر يساعد بيه عائلته امانه. اكيد انا نسيت اقلده هناك. هو حكيها مشيها خليها سكيها. كل وزني عيني والله استاذ خليل لعبها صح. ما قلده بالبدايه اخذنا سكور بعدين بالضبط يعني ضمن الفوز الي. الله عافيات طبعا اكيد عافيات. احنا شيف احنا اسفين يعني بالنتيجه النهائيه انه احنا زينين يعني. اي زين 5 كل الزين يعني. لا اكو موضوع عفوا نسيت اكو اول واكو ثاني. اكو فايز واكو خسران. زين انت ليش دائما تخلي يعني انت حاجب مو عين. انت حاجب. انت ما تخجلني على اساس بهذا الاطراء ما يصرف. الفريق الازرق فاز. موفقين شكرا شيف خلدون. شكرا جزيلا. عاشت ايدكم. شوف خلدون رائع واحنا قدمنا احسن ما عندنا وفزنا للمره الثانيه. النتيجه كانت منصفه. النتيجه كانت منصفه للامانه، اقيم علي كطباخ 8 من 10. قلت على مينا خبصتني لانه خبصتني ب1,600,000 مليون دولار. خبصتني هواي خبصتني، بس يعني استوعبتها. عصبت على علي لأن ضيع وقت وظل يغني ويسوي حركات، يعني كان شقي جدا. النتيجة بصراحة يعني عادلة، الشيف خلدون يعني كان عادل بهذا الموضوع صراحة. كنتوا رائعين بالعافية. حلقة جدا مميزة، أنا شخصيا كلش استمتعت وأكيد مشاهدينا راح يستمتعون من راح يشوفون الحلقة هذه. شكرا، أتمنى لكم كل الموافقية والنجاح وإن شاء الله دائما ربحانين بالحياة. شكرا جزيلا أستاذ خليل. شكرا طيبة، وهنيش مقدمة رائعة حبيبي محاورة تجننين. شكرا شهادة اعتز بيها. شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا مينا، شكرا علي، شكرا دعاء، ورمضان كريم على كل عراقنا الحبيب، على كل الأمة العربية وعلى كل العالم. إن شاء الله يا ربي رمضان الخير والبركة عليه وعليكم، وإن شاء الله لا خلى ولا عدم من هاللمة الحلوة يا رب. إذا مشاهدينا احنا وياكم وصلنا لختام هذه الحلقة اللي كنت أتمنى ما تنتهي، بس هذا ما يسمح به وقت البرنامج. أشوفكم بحلقة جديدة من برنامج نجوم على نار الموسم الثاني على قناة اليو تي في. باي باي.